عقد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ومحافظ بني سويف محمد هاني غنيم لقاء بالأئمة والدعاة بالمحافظة على هامش احتفالات المحافظة بالعيد القومي في مارس 2022. وشهد وزير الأوقاف ومحافظ بني سويف استلام 3 أطنان من لحوم صكوك الإطعام ضمن خطة الوزارة لتوزيع الصكوك على القرى الأكثر احتياجا. كما قام محافظ بني سويف ووزير الأوقاف بإزاحة الستار عن اللوحات التذكارية الخاصة بالوزير والتي تم وضعها ضمن قائمة الأعلام والرموز من أبناء بني سويف بممشى العظماء كأحد المكونات البارزة بكورنيش النيل السفلي، وذلك خلال الجولة التي اصطحب خلالها المحافظ وزير الأوقاف لتفقد كورنيش النيل وممشى السياحي. في تعاون تام ما بين الوزارات والمحافظات في مبادرة حياة كريمة. احنا محافظة بني سويف في المرحلة الأولى عندنا مركزين، مركزي نصر وبيضة. الحمد لله عدد المشروعات اللي بيتم عندنا 1616 مشروع بتكلفة تقارب ال 12 مليار جنيه. معدلات الإنجاز الحمد لله عالية جدا، وده اللي حدا الحمد لله بالدولة المصرية وبالقيادة السياسية إن الحمد لله نبدأ في تجهيز المرحلة الثانية إن شاء الله، إطلاقها إن شاء الله بثلاث مراكز أخرى تعد هي الأكبر. بداية بنستهدف في المحافظة 5000 أسرة. سيادة المحافظ مع أجهزة المحافظة المعنية والرقابية ومع وزارة التضامن بياخدوا قيمة حقيقية مدروسة بالأسرة الأولى بالرعاية يذهب لها العطاء كمرحلة أولى مرضى كل شهر، نؤمل أن يكون مرضتين بعد ذلك. بمناسبة افتتاح المساجد، احنا حقيقة طبعا قبل رمضان بالذات بنكثف مسألة افتتاح وفرش المساجد وتهيئتها وصيانتها في ضوء حملة عامة. اليوم بيتم افتتاح 7 مساجد في محافظة بني سويف في إطار افتتاح 36 مسجدا على مستوى الجمهورية.